السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نستهلها بالعناوين. اسرائيل تهاجم 50 هدفا في خان يونس و90 شهيدا في القطاع خلال يوم واحد. تقرير يفيد بمشاركة آلاف الأمريكيين في الحرب الإسرائيلية على غزة. وبعد غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر، ما الأضرار المتوقعة؟ مشاهدينا، أفاد مسؤول كبير في حماس لصحيفة القدس العربي أن وفدا من الحركة وصل القاهرة اليوم لإجراء محادثات وقف إطلاق النار في غزة. وعندما سئل المسؤول في حماس عما إذا كان إبرام الاتفاق وشيكا، ذكر أنهم لم يقتربوا بعد من وضع اللمسات النهائية على الاتفاق. تقول صحيفة القدس العربي إنه من المتوقع أيضا أن يصل وفد إسرائيلي إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات. وأضاف مصدر قيادي في حماس للصحيفة، أضاف أن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة في حال تجاوبت إسرائيل مع مطالب الحركة. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن إطار التهدئة لمدة 6 أسابيع صار قائما بموافقة إسرائيل، وأن الأمر يعتمد الآن على موافقة حماس على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. وقالت مصادر مصرية ومسؤول في حماس للقدس العربي أن الحركة الثابتة على موقفها بأن تكون أي هدنة مؤقتة هي بداية لعملية تسيير نحو إنهاء الحرب في القطاع كليا. إلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه شن 50 هجمة في 6 دقائق على خان يونس جنوبي قطاع غزة، في واحدة من أعنف الهجمات التي تتعرض لها المدينة. وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العملية تركزت في غرب خان يونس وهدفت إلى خلق ظروف مواتية للقوات البرية، حيث بدأت تلك القوات هجوما مفاجئا على المنطقة. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 30,410 وإصابة 71,700 شخص. وأضافت الوزارة في بيان أن 90 شخصا قتلوا و177 أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات 24 الماضية. أكدت وزارة الصحة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، إذ تمنع إسرائيل فرق الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. كتبت لميس أندوني مقالا في صحيفة العربي الجديد بعنوان جسد يحترق في واشنطن وقطار التطبيع يسير، وقالت فيه: لم تعد هناك مفردات تكفي للتعبير عن الصدمة، الألم، الوجع، الغضب من استمرار اغتيال الإنسان الفلسطيني في غزة. فاختار الجندي الأمريكي آرون بوشنل إشعال النار بجسده لأنه لم يعد يحتمل مشاركة بلاده في الجريمة، ولا صمت العالم، ولا العجز عن إيقاف نزيف الدم أمام الكاميرات. والشعور بالعجز قاتل، لكن لم يكن العجز وحده دافع بوشنل لاختيار عذاب النار، وإنما أراد أن يرفع صرخة أقوى من كلماتنا في وجه كل مسؤول عن مجزرة الإبادة. أراد إزعاج العالم بضجيج صرخة فلسطين حرة. التقط العالم الغربي الرسالة، ولكنه خاف من معناها، فحاول التشويش عليها لأن مهمته إخفاء نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر والحرية. فتوارت الحقيقة عن معظم العناوين ليصور بوشنل وكأنه أصابته لوثة مفاجئة وقرر حرق نفسه. هل كان بوشنل يعرف أن دولاً عربية قد تندد وتشجب بأقصى الكلمات وقد تكون صادقة في تصريحاتها، لكن بشرط ألا يمس ذلك العلاقة مع إسرائيل التي لا تهزها مثل هذه المواقف طالما أن مصالحها لن تتأدى؟ فالتطبيع مستمر، وهناك وعد أمريكي باستكمال حلقاته حتى لو محيت غزة وأبيد أهلها.
وإن كانت واشنطن لا تؤيد محو غزة بالكامل، لا خوفاً على حياة أهلها، بل خوفاً من عرقلة قطار التطبيع. لجأ آرون بوشنل عن تعبير متطرف في قسوته على نفسه بإحراق نفسه حياً، مطلقاً صرخة فلسطين حرة، مكابراً على ألمه وهو يذوي. واجهنا آرون بحقيقة تقصيرنا وجمودنا فيما تستمر أنظمة في التطبيع، أي جعل ما هو غير طبيعي من إجرام واحتلال طبيعيا ومقبولا. ليس المطلوب منا أن نحرق أنفسنا، ولا أعرف إذا كنا نملك ذرة من شجاعة آرون، لكننا نستطيع أن نقلق الأنظمة والعالم بضجيجنا ونواجه التطبيع الذي هو امتداد للعدو الذي يقتل شعبنا في فلسطين ويهدد مستقبل أوطاننا. تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أفاد بمشاركة آلاف الأمريكيين، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية، في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. التقرير أثار أسئلة عديدة حول حجم التورط الأمريكي في الحرب. وذكر تقرير واشنطن بوست أن آلاف الأمريكيين والإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية غادروا الولايات المتحدة للانخراط في القتال بعيد الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية. وقالت الصحيفة أنه بالرغم من أن الأمريكيين يشكلون أقل من 2% من سكان إسرائيل، فإن 10% من الجنود القتلى في غزة منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع يحملون الجنسية الأمريكية. وأثارت المعلومات التي وردت في التقرير تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الأكاديمي الأمريكي من أصل لبناني جيمس زغبي إلا تواجد قيود على مشاركة المواطنين الأمريكيين في جرائم حرب أثناء القتال لصالح كيان أجنبي. وكانت صحيفة نيويورك بوست نقلت الثلاثاء الماضي عن صديق له قوله إن بوشنل الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية أخبره باطلاعه على معلومات سرية تفيد بوجود قوات أمريكية على الأرض تقتل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين. ونجحت عناصر الدفاع المدني في غزة من إنقاذ طفل في غزة وأربعة من أفراد عائلته في حي الزيتون بعد أن قضوا 9 أيام تحت أنقاض المبنى الذي قصفته القوات الإسرائيلية. هذا الفيديو مشاهدينا نقلناه عبر أو من موقع الجزيرة، يظهر فيه الطفل مثل الهيكل العظمي بعد بقائه تحت الأنقاض طوال هذه الأيام. دعونا نشاهد. حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا أخو أنا مش قادر أدخل جوا، كان بدي كونغو بس ما فيش مجال، المعدات مش موجودة. لا راس أرخي عبدو. أحمد ارفع راسك شوية يا أخو، ارفع راسك شوية، بس شوية. أيوة سمي بسم الله، ارفع راسك يا أحمد. يا رب ارفع شوية. أيوة يا الله 9 أيام من تحت الأنقاض، طلعناه من 9 أيام تحت الأنقاض. الولد هيكل عظمي يا شباب، يلا على المستشفى هينا وصلنا يا عم، وصلنا دي. ايوه معايا انت، كيف انت منيح؟ يلا يا عمي يلا. حاضر شاهدين، تعيش قرى وبلدات ولاية الجزيرة وسط السودان حالة من الهلع والخوف منذ أن سيطرت قوات الدعم السريع عليها قبل 3 أشهر، خصوصا بعد انقطاع الاتصالات عنها منذ شهر. وروى أحد السكان في اتصاله مع وكالة الصحافة الفرنسية بواسطة هاتف نادر يعمل عبر الأقمار الاصطناعية عن العنف المتواصل الذي يعيشه سكان الجزيرة. ومن قرية بورونكو الواقعة شمال مدينة ود مدني، قال الرجل طالبا عدم الإفصاح عن اسمه، يوم 22 من فبراير الماضي أطلقت ميليشيات الدعم السريع النار على عشرات من سكان القرية كانوا يحتجون على اعتقالها لأبنائهم الذين كانوا يحرسون منازلهم ليلا من السرقات. وتابع، أصيب 18 شخصا بجروح متفاوتة، بعضهم نقل إلى مستشفى شندي الذي يبعد عنهم
250 كيلومترا، وفي بلدة طابة على بعد أو على بعد 80 كيلومترا شمال غربي مدينة ود مدني، قال رجل رفض أيضا الإفصاح عن اسمه، قال بعد أن هدأت الأوضاع لأسابيع عادت ميليشيات الدعم السريع قبل بضعة أيام لمهاجمة المنازل وترهيب النساء للحصول على ما لديهن من حل ذهبية، لم يتركوا سيارة أو آلة زراعية إلا وأخذوها. وأكد أن عشرات الأسر نزحت من بلدة طابت وعشر قرى مجاورة، موضحا أن النزوح صار أمرا بالغ الصعوبة لعدم وجود وسائل التنقل بعدما نهبت العربات، ولعدم توافر السيولة بسبب توقف التطبيقات البنكية التي تعمل بالإنترنت. نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا للكاتب سمير عطالله عن الحرب والمأساة في غزة بعنوان أرقام البنتاغون، لنتابع معظم ما جاء في هذا المقال. يعيش الإنسان في حروب متواصلة منذ بداية الخلق، ويغطي الهمجيات بأنواع واهية من عبارات التحضر والتمدن، ومع الوقت تجمعت لديه كدسة من المواثيق والاتفاقات والمعاهدات التي يستعين بها على أنه ليس ما يمارس أو يرتكب. ولما لم يستطع ضعفاء العالم الحصول من أقويائه على أكثر من ذلك من تعويض أو تعزية، ارتضوا به وبه تعزوا، وبقيت شرعة الأقوى هي الأفضل كما في نوادر لافونتين. من مظاهر التحضر البشري مثلا السلاح النووي، لا هيروشيما بعد اليوم، ولكن أن تقصف غزة بسلاح تقليدي بقوة 7 أضعاف هيروشيما أمر قانوني. صدام حسين يحاكم على 100 من قتل السلاح الكيماوي، 10,000 العاديين لا يشكلون مخالفة للقانون عادي. اكتفى الضحايا أمام سلاح الإبادة بسلاح التشهير مثل المحكمة الدولية التي يرأسها الآن نواف سلام، ممثل دولة تدكها إسرائيل كل يوم وتسطر هي مذكرات الاحتجاج، عدا ذلك لا يحق لها شيء. سوف يذهب لبنان إلى الحرب وليس لحكومته حق التمني، ومع الوقت تعلمت الدولة اللبنانية ألا تتدخل فيما لا شأن لها فيه. بنيامين نتنياهو لم يتوقف لحظة واحدة للاعتذار عن مقتل أو اغتيال 100 بشري تجمعوا لالتقاط أكياس الإعاشة في بلد يجوع ويعذب وتدك مستشفياته ويموت أهله على الطرقات، ويرفض نتنياهو الاعتذار. بالعكس، هذا هو المطلوب، أن يعرف الفلسطينيون ومعهم العالم أجمع أن لا حدود للهمجيات ولا دولة فلسطينية غدا، ولا مساعدات إلا منزلة من الجو. هذا الوجه يظهره نتنياهو منذ اللحظة الأولى. مجازر في المستشفيات، ملايين الناس في العراء، وإنزال الأغذية من الجو فقط للميتين جوعا، كذلك هو التحضر. وجيش الدفاع الإسرائيلي يقدم الغارة بعد الأخرى على المخابز والمدارس وطوابير الجوع ومن بقي حيا. منذ أن بدأ الحوثيون استهداف السفن التجارية في شهر نوفمبر الماضي، تعد سفينة روبي مار التي استهدفها الحوثيون في 18 من فبراير الماضي هي أول سفينة تغرق في البحر مسببة كارثة بيئية، لأنها كانت تحمل 41,000 طن من الأسمدة. موقع بلقيس نشر تقريرا حول أضرار غرق السفينة، وقال نقلا عن الخبير في الأمن البحري الدكتور علي الذهب، قال إن هناك تأثيرات كبيرة لحادثة غرق السفينة، منها ازدياد توجه السفن نحو رأس الرجاء الصالح والالتفاف حول القارة الإفريقية. ويفيد خبراء أمريكيون في قسم علوم الأرض والبيئة أن التأثير الإجمالي يعتمد على كيفية استنفاد التيارات المائية للأسمدة وكيفية إطلاقها من السفينة المنكوبة. أما أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة الدكتور عبد القادر الخراز، فقال إن غرق السفينة روبي مار يشكل كارثة بيئية كبيرة وخطيرة على الإنسان والأحياء البحرية من خلال تلوث مياه البحر بالأسمدة عالية الخطورة. يضيف أن ذوبان الأسمدة التي كانت على متن السفينة ستؤدي إلى موت الكائنات البحرية وتسميم بعضها، والتي ستنتقل عبر الصيد إلى المواطنين، وهذا قد يؤدي إلى انتشار أمراض سرطانية.
علي السوالمة وهو مدير محطة العلوم البحرية في الجامعة الأردنية قال لوكالة رويترز أن إطلاق نحو 41 ألف طن من الأسمدة في مياه البحر سيحفز النمو المفرط للطحالب، مما يؤدي إلى استهلاك الكثير من الأكسجين، بحيث لا تستطيع الأحياء البحرية البقاء على قيد الحياة. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن معظم حركة الإنترنت بين أوروبا وشرق آسيا تتم عبر كابلات في البحر الأحمر تمر عبر مضيق باب المندب، الأمر الذي يزيد المخاوف من تعرضها لأعطال نتيجة هجمات الحوثيين. أشارت الصحيفة في تقرير لها نقله الموقع بوست إلى توقف 3 كابلات بحرية للإنترنت عن العمل، ما أدى إلى حدوث مشكلات في الإنترنت في بعض الدول من بينها الهند وباكستان ودول في شرق أفريقيا. ورغم أنه لم يعرف على الفور أسباب تعطل هذه الكابلات، فإن بعض خبراء الاتصالات يشيرون إلى أن غرق السفينة البريطانية روبي مار ربما يكون وراء الحادث. وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه نتيجة المخاطر الناجمة عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ارتفعت تكلفة التأمين في بعض سفن الكابلات التي تعمل بالقرب من سواحل اليمن إلى نحو 150 ألف دولار يوميا. أضافت الصحيفة أن التكاليف المرتفعة لمد كابلات الإنترنت في هذه المنطقة تهدد جهود بعض شركات التكنولوجيا العملاقة للتوسع في خدمة الإنترنت. شهدت مدينة عدن قبل أيام اشتباكات مسلحة بين فصائل تابعة للحزام الأمني في منطقة المنصورة، وانتهت القضية بتحكيم قبلي، وهو انفلات أمني تعيشه عدن في السنوات الأخيرة. عن هذا الوضع الأمني المختل كتب ضنين الحوشة بمقال في موقع الموقع بوست بعنوان عدن من نظام الدولة إلى حكم القبيلة أو حكم القبيلة عفوا، ويقول في هذا المقال: تصور الناس في عدن للعرف القبلي، المدينة التي عرفت الدولة ومؤسساتها المدنية منذ سنوات، ومثلت خلال عقود مضت نموذجا في الانضباط والامتثال لأحكام القانون، تحولت اليوم إلى قطعة جغرافية ملتهبة يحكمها قانون الغاب. فمنذ مرحلة ما بعد التحرير غيبت الدولة ومؤسساتها، وبرزت كيانات مسلحة تعمل بعيدا عن الأجهزة الأمنية، وبفعلها تحولت المدينة إلى ساحة صراع مفتوحة، فلا تمر فترة من الزمن دون أن تشهد مواجهات دامية بين الرفاق هنا وهناك. في عدن لا تتعجب إن أغلقت الشوارع والمدارس وشلت الحياة العامة لخلاف شخصي بين هذا وذاك، فالعناصر المسلحة تتصارع ليل نهار لأتفه الأسباب، وتذهب حينها لاستدعاء البعد المناطقي على حساب مصلحة عاصمة الدولة اليمنية المؤقتة. في عدن يكفي أن تكون على علاقة جيدة بقائد إحدى الكتائب لتحيل المدينة إلى ساحة صراع مع كل مشكلة شخصية تواجهها، فتش عن الأسباب الخفية وراء كل معركة دامية شهدتها المدينة، وستدركون صدق ما أقول. لقد أضحت هذه التشكيلات والجماعات المسلحة سبباً رئيسياً لتأزيم الأوضاع الأمنية والانفلات الحاصل في هذه المدينة اليمنية التي لطالما كانت الأكثر قرباً للمدنية والتحضر. سنوات ثمان وما يزيد من الفوضى والعبث في مدينة صارت أسيرة عصابات وتشكيلات مسلحة، وجودها وبقاؤها خطر يهدد الأمن والسلم المجتمعي، فلم تعد تلك التي عرفت ذات يوم بمدينة التسامح والتعايش. في أحد الشوارع واحتفاء باقتراب قدوم شهر رمضان، قدم فتية فلسطينيون رغم كل الآلام والمعاناة عروض رقص بالنار لجذب انتباه الأطفال والمارة في المكان، وإضفاء أيضا جو من البهجة والفرح على الرغم من ارتفاع أصوات الطائرات الحربية الإسرائيلية. الصور نشرتها وكالة الأناضول، نتابعها سويا. Thank you.
تمام مشاهدينا، في نهاية هذه الجولة نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير لهذا اليوم. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل محمد العليمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.